الصيام لي وأنا أجزي به، كل العمل لله، لكن المقصود هنا الصوم لي أي في الإثابة عليه، فقد استأثر الله في أجل الصيام فلم يخبر به، بخلاف سائر العمل فإنه أخبر عن أجل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولذلك قال الصوم لي وأنا أجزي به، قال والحسنة بعشر أمثالها. واضح، كل عمل تعمله الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم لا، يختلف عن هذا، فإنه قد استأثر الله تعالى فيه بالأجر والثواب فلم يظهر ذلك لعباده، ولهذا كان الصوم جائزا قانون التقدير والحساب، عطاء الله للصائمين ليس له حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كثرة ووفرة وواسع عطاء، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء.